اليوم معانا هي عبارة عن امرأة بس لها بصمات وإنجازات مميزة في سباقات الماراثون ورياضات المغامرات مثل تسلق الجبال. نرحب في منال رستم العداءة وصانعة المحتوى والناشطة على السوشيال ميديا. حياك الله منال. هاي نور، ازيك؟ Thank you for having me. شكرا جدا. تسلمين. منال، بداية لو نعرف المشاهدين أكثر عنك أنت تحديدا وعن الرياضات اللي تقومين فيها على السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا. أنا اسمي منال رستم، أنا كنت دكتورة صيدلانية لغاية 2016، وبعدين قررت أن أنا بس أركز في الرياضة والكونتنتريشن أو صناعة محتوى على السوشيال ميديا، وبديت أجري ماراثونز حوالين العالم. الماراثون بيبقى طوله 42 كيلو، أوكي؟ فأنا كان حلمي أن أنا أجري، يعني دايماً بنسمع Who runs the world girls؟ فأنا كان دايماً نفسي أو حلمي أن أنا يعني أجري في كل مكان في العالم. فالحمد لله جريت في بلاد كتير جداً وتسلقت. أنا أول مصرية أجري سور الصين العظيم، وأول مصرية تتسلق مون بلان في شاموني في فرنسا، أوكي؟ وتسلقت أعلى قمتين من أعلى 7 قمم في العالم. وبس يعني هي دي بس الرياضات اللي بتديني زي أمل في الحياة يعني. حلو. طب كونك ان انت اول مثلا امراه تسلقتي سور الصين العظيم كامراه عربيه مصريه محجبه، خبريني اكثر عن هالمشاركات لما انت تمثلين المراه المحجبه في كل اقطار العالم بغض النظر عن جنسيتها او مثلا العرق اللي تنتمي له. وعندك ايضا جروب على فيسبوك مسميتيه اي ثينك سرفايفنج حجابيز، اعتقد مزبوط. عرفيني على هالجروب اكثر. خلاص، اوكي. هو بس بالنسبه للماراثونز اللي انا يعني بروح اجريها وبعدين بكتشف ان انا يعني اول مصريه او وات ايفر، انا بحس بفخر كبير جدا، لان احنا ما بنحسش ان في ريبريزنتيشن او تمثيل كافي في الاماكن اللي زي دي. يعني معظم الوقت بتلاقي بس اجانب، بتلاقي يعني زي يعني ناس يعني مش عرب. فانا باخد الفرصه ان انا اقول للعالم لا، البنات العرب المصريات برضو متواجدين، بيقدروا يعملوا الحاجات دي كلها. فانا الحقيقه لما قررت ان انا اجري سور الصين العظيم، اوكي، اكتشفت انا اول مصريه لما رحت هناك. يعني هو انا ده ما كانش هدفي، يو نو. بس انت لما بتبتدي تعمل المغامرات دي او التحديات دي، بعد كده بتكتشف ان يمكن ما فيش حد تاني بيعملها غيرك، اوكي؟ فبتبتدي الناس تاخد بالهم منك او يقولوا ايه ده، لا ده في منال عملتها. فبتدي امل للناس، لو منال تقدر تعملها يبقى انا اكيد اقدر اعملها. ان انا بنت عاديه جدا، ما عنديش زي يعني حاجات خارقه. يعني انا عادي بتمرن وبروح وبحلم، اوكي، يمكن بحلم بعيد شويه بس بحلم وبحب احقق الاحلام بتاعتي. طيب بالاضافه لهذه الامور منال، بالاضافه لهذه الامور انت ايضا عندك شغف ومغامرات خاصه بتسلق الجبال. يعني هذه الرياضه تحديدا تعتبر نوعا ما خطيره ويبالها تحضير كثير، تمارين تنفس. خبريني شوي عن هالشغف اللي نوعا ما مش معتاد في الوطن العربي، خصوصا لدى النساء وتحديدا المحجبات. وشو الجبال اللي تسلقتيها لحد الحين وشو ناويه تتسلقين في المستقبل؟ اوكي، سو انا الفكره ابتدت بالظبط في 2007، بس بابايا قال لي ما عندناش بنات تتسلق جبال. يعني دي اول حاجه سمعتها. انا اكتشفت اوكي ان في رياضه تسلق جبال وفي ناس عرب بيروحوا يتسلقوا. وكنت اكتشفت ان يعني اول متسلق عربي يوصل لقاعده ايفرست ومصري. فانا حبيت ان انا اخوض التجربه. طبعا اتقال لي لا. قعدت اقنع بابايا 5 سنين لغايه ما الحمد لله اقتنع. 5 سنين، اوكي، بس 5 سنين، لان انا اول جبل تسلقته كان كيليمانجارو في 2012، وقعدت مده 5 سنين بقنع بابايا وجبت له كل الانفورميشن. وانا اكتشفت حاجه في الاهالي المصريه او العربيه ان جنرال، لما تيجي تقول لهم تستاذنهم يعني هل ينفع اعمل كده، الاجابه على طول هيكون لا. لكن انت تقول لهم ان انا نويت اعمل كذا ودي الحاجات اللي انتوا هتخليكم تكونوا مطمنين عليا وانا بعملها، انت فاهم قصدي؟ فطبعا يعني الحوار، يعني الحوار بالظبط، انت اديهم فيدباك واديهم المعلومات الكافيه اللي هي هتحسسهم بالامان. لان طبيعه اي اب او اي ام هيكونوا خايفين على اولادهم، دي طبيعه يعني بالفطره. بس دلوقتي انا رايحه بقول لهم ان انا طالعه جبل 7 ايام، بنطلع في 5 ايام وننزل في يومين، اوكي، اللي هو اعلى قمه في افريقيا، اوكي.
سو اتدربت طبعا، جبت مدرب شخصي واتدربت لمده تقريبا 3 شهور وحبيت التجربه، بس بصراحه ما كنتش متوقعه ان انا هكمل. انا لغايه النهارده متسلقه اعلى قمه في افريقيا وتاني اعلى قمه في افريقيا اللي هو جبل كينيا، اتسلقت البرس اعلى قمه في روسيا، تسلقت ايفرست بيس كامب اللي هي قاعده جبل ايفرست اللي هو اعلى جبل في العالم مرتين، تسلقت اعلى قمه في شمال افريقيا جبل توبقال في 2017. زي ما قلت لك في الاول، انا اول ما صرت اتسلق مون بلان في شاموني اللي هو بتوصل سويسرا وبعدين بتروح فرنسا، وان شاء الله بعد بكره واخده جروب من المجموعه بتاعتي على الفيسبوك اللي هي اسمها سباب الحجاب، طالعين بنوصل معلومه للعالم اوكي من قبل سرفايف الحجاب اوكي. سو احنا طالعين جبل كليمانجارو اللي هو اعلى قمه في افريقيا، يعني صدفه ان احنا كلنا مصريين، فهيبقى 5 بنات مصريات بيحاولوا يوصلوا لاعلى قمه في افريقيا عشان ندعم الحجاب، وبنقول ان الحجاب مش عائق. منال، اذا بسالت ايضا على المحتوى اللي انت تسوينه على السوشيال ميديا اللي هو مهتم اكثر بالنساء من خلال المحتوى اللي تقدمينه، وايضا في مبادرات، فخبريني عن المبادرات اللي بتعمليها انت ايضا على السوشيال ميديا لتشجيع النساء على انهم ايضا يتحركون ويكونوا نشيطات ويمارسون الرياضه ويسوون الاشياء اللي هم يبون يسوونها باختيارهم. المحتوى بتاعي كله هيلثي فود زي ما نور عارف، نور على طول متابع اوكي، يعني هيلثي فود، ازاي تاخدوا بالكم من نفسكم، ازاي تبتدوا تجروا، اللي حابب يتسلق جبال يبتدي منين، اللي حابب يبتدي جري يبتدي منين. انا بحس ان الناس بتبقى فاكره ان انت مثلا عشان تكون عداء او تكوني متسلقه جبال اتولدتي كده، لا، مفيش حد منا اتولد عداء ولا اتولد متسلق جبال، كلنا كان لينا اليوم الاول في بدايه اي رياضه. حلو، الحمد لله وكل التوفيق يا رب. طب طموحك جدا كبير، عندك احلام عالميه، عندك يعني انا لما اقعد معاكي وجها لوجه احس انه انت اوكي شخص قاعد امامي، بس اشوف كثير احلام فيك، طريقه كلامك، طريقه تعبيرك، عندك طاقه تتوزع على ما شاء الله. يعني خليني اذكر هذا الموقف، احنا اول مره تلاقينا كنت انا مودريتر وكنت انت متحدثه، واتذكر كان معنا الفنان محمد هنيدي، انا لما سبت اكلم الفنان محمد هنيدي قال لي فين البنت المصريه اللي بتتنطط ده كلها طاقه، فما شاء الله عليك، يعني انت تتركين بصمه جميله. هل فعلا هذا الشيء الناس يحسونه عندك ايضا على السوشيال ميديا غير في ارض الواقع، يقولوا لك ان الطاقه اللي انت تستخدمينها وتسخرينها لتوصيل رسالتك قاعده توصل بالشكل الصحيح؟ بص يا نور، في اولا شكرا جدا على كلامك الجميل، وانت والله كلك ذوق بجد، يعني وانت جميل كلك على بعضك كده، الله يخليك. بص يعني انا بحس نعمه الطاقه دي نعمه من عند ربنا بصراحه اوكي. ففي مصطلح بالانجليزي وانا هترجمه وهقوله دلوقتي، بيقول لك your energy introduces you before you speak. صحيح، الطاقه اللي انت بتجيبها للمكان بتخلي الناس تتعرف عليك من قبل ما انت تتكلم. يعني سبحان الله، الناس اللي هي بتبقى وانت كده على فكره يا نور، وانا قلت لك الموضوع ده كذا مره، الواحد بيشوفك بيفرح على طول، مبتسم على طول، بوزيتيف، ما بتحبش الغم، ما بتحبش النكد، لان احنا اوريدي يعني محاطين بالنكد، محاطين بالغم في حياتنا، بانديميك وكورونا وناس يعني توفاها الله سبحانه وتعالى، فالموضوع تقيل. فاحنا لازم نحفز نفسنا ان احنا اللي نقوم، وان احنا نقول للناس معلش، ولازم انت تقوم من النوم. ساعات انا كتير جدا بقوم من النوم مبقاش عايزه اقوم، يعني اللي هو عندي لود على دماغي وافكار ومشاكل، وكلنا عندنا مشاكل، بس انت اللي بتقوم نفسك من السرير، انت اللي بتاخد القرار، لا انا قوي وانا هقف على رجليا وانا هحارب وانا هوصل للي انا عايزه. وانا دايما بفكر الناس لو بنت عاديه زيي جايه من عائله مصريه عاديه جدا تقدر تحقق كل ده وبصوتها. يعني انا مثلا دايما بقول ماي داد از نوت لايك مثلا وزير ولا حاجه بحيث ان هو يساعدني ان انا اوصل صوتي. لما بديت الانستغرام كان عندي 700 فولور سو انا عايزه كل واحد لو عنده هدف، لو عنده حلم، لو عنده صوت يستخدمه بس. وشكرا تاني على كلامك الجميل يا نور بجد. اهلا وسهلا يا منال، وشكرا على هذا اللقاء الجميل جدا والمحفز والايجابي واللطيف ايضا. شكرا لك. ثانك يو سو ماتش حبيبي، ثانك يو سو ماتش، مع السلامه.